وأنه ليست العبرة بالتلميع، بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام، فاعلم أنه منحرف، مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي، هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء يلم المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة. فإذا وجدت التلميع من الحزبيين ومن وسائل الإعلام اليوم، فاعلم أن وراء الأكمة ما وراءه. فينبغي علينا أن نفقه هذا وأن نعلمه وأن نوصله إلى الناس بالطريقة المناسبة، ونعطي الناس من هذا العلم الذي علمناه المقدار الذي ينفعه.